يلا انت مارو مرمس. لا ما عليك اسوي سوالف، ما علي باس. جلس جلس. السلام عليكم. عليكم. سويت رياضه اليوم؟ ايه رياضه. متى؟ اليوم بادر الظهر شويه. الظهر الساعه كم؟ الثانيه. ممنوع تسوي رياضه مره ثانيه. رياضه قبل المغرب نص ساعه ولا بعد المغرب ولا في الليل؟ الليل. ظهر ما في زين. زين انت شباب ما تريد تعرس؟ بتعرس تبتيب عيال، انت لازمت تكد عمرك بتنط وبتموت. الحين هذا ما بحر، هاي يسمون النقاز، اشد من نوع من الحر. شو اسمه؟ النقاز. النقاز ونشنقز عاد. عليكم السلام. مرحبا بك. مرحبا وسهلا. ها عليكم السلام. ايش عندك؟ ما شيء. اربابك منو انت؟ ارباب مالنا؟ هي بعد بحي يقول لك خقاق. الحين اتخبرها من ورا بابك، مفروض يقول عيد بن سيف. يعني احنا ما ندري، كل حد كلنا اربابنا الله، اكيد النعم بالله. دريول مال منو انت؟ بابا صادر وابا. ها؟ ايه زين بارك الله فيك، سر. روح. زين. اسد تعال. ارباب مالك زين؟ زين زين. سوي سلام عليكم. ايوه يلا. وهذا بعد منو هذا؟ انت ارباب منو؟ سمار. ها؟ ايه زين. شمه بتزنيد القبيسي. والنعم. زين انت اربابك منو؟ ارباب مالنا داخل البيت. شو اسمه؟ ارباب صلاح بن عبد الله وخالد. يلا الحين ارباب داخله؟ داخل في فاتوره. جاهز؟ ها يا ويلك حشرت العرب عليك. لازم يقول ارباب مالك. شو اسمه ارباب مالك؟ ارباب مالنا؟ ايه. ناصر يدر القبيسي. والنعم والنعم والنعم. يلا الله يحفظك. سلم على الارباب. ارباب حينه فاطر اليوم ولا صايم؟ صايم. صايم مكذبك جهنم وبئس المصير. الحين جريب بيد بعد تشرب تصير دبي. الحين صلاح بيركب وياي. انت دلي بيت خالي دبي ند شبه بيت خالي محمد. ايوه. بتصير روحك ولا شو؟ انت شو رايك بعدين؟ انا نحب نفطر بنحرك يعني الساعه 8 ان شاء الله 8 وربع احنا محركين. بتصير انت ويانا في موتر روح تتبعنا ولا بتصير قبلنا على هواك؟ صلاح حبيبي بعد ما أذن. أبلا أذن. أذن؟ سمعوا. الله. الله. كذب ولا؟ لا ما بكذب يا رك الله. أن ما سعينا في شيء في الدولة إلا وجدنا له مردود صار ونافع في جميع جملة الدولة. نحن شاكرين لك طول العمر، نتمنى لك التوفيق. من ظهرنا من ابو ظبي اللي تعدينا سيح شعيب. من ظهرنا من ابو ظبي هو خاتل ختله. يوم اخر شيء خر نخر وتذكر ليش صورته. لا واعي وانه وياك راقد. لا ولا شوف الفرقان. وين تشوف بعد تكذب؟ لا. اي والله لقيت راقده. الحين ها هذا وين وصلنا؟ يعني عبارة أول دبي ما شيء باجي إن شاء الله قريب. صح صلاح؟ إيه. شكرا. كانوا الخميس والجمعة بس زحمة دبي. كذب ما شاء الله. سيايير خرب الريق.
ليل بنهار. البلاد ترى تبيق طبعا الزحمة، بلاد ما فيها زحمة منو يباها؟ جنب لي ناس ما تنداس. وين بعد بلاد ما فيها أوادم؟ آمين. الله بالمستعان. شو صلاح؟ آمين آمين حبيبي. ما يقولون آمين حين يقولون ما شاء الله. ما بالحمد لله ما شاء الله إن شاء الله. على أساس أننا بنوصلهم 10:30 حين 11 بعدنا ما وصلنا. عزمنا نتسحب وحدوه. أنت يكلمك صلاح أخرتنا أنت. وما أنت خص أنت؟ صح؟ ما يخص. ما يخصك؟ يخص منو عيال؟ أنت. إيه خصني أنا. ومارا أنت. يا ربي. يقولون ما حد أولنا عندهم. صلاح؟ زحمة؟ إيه. ليش تباني أسوي صلاح؟ عابل عابل. أولت في زيارتي عندها الحبيب عيسى أبو حميد يعني. طولة العمر، العمر المديد لك. شحالك لا خليتونك؟ كيف انت؟ الله يحفظك. كبرت، ساسة كبرت. لا فرحت والله بشوفك. وكل ما خبروني اني بلقط، ولا كان بعيد داز بالحيل كله. بنادم المويم حد يشاهده؟ لا يهدي؟ اي والله. اي من طنبق هذه وارم. غير يسمونه ممزور. يوم اقول لك المكان ممزور، هذا يقصدونها. هذا يقول لك المكان منظور لعينه. هم يقول لك كانهم ملتج لكان. انت عبد الله، عبد الله ولد عيسى بن حميد ابو حميد. انت تبي تترخص بالصر ويا صلاح؟ ما شيء ما شيء مشكله ابدا. هذا ولدي عبد الله. هي على الله يحفظه. عرفه؟ نعم. ويبنالكم ان شاء الله اني اقابل لك نسخه من الدواوين مال مانع العتيبه. الله يا ابو حميد اسمع بك من لك 600 سنه وتشرفت اليوم شوفك. الله يسلمك. وانا نعم. وانا والله لي شرف اسلمك انا اشوفك اسلمك الله واتكلم ويا الله جمعنا في هذا المكان. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم فعادل عيال محمد الفديه يا الهي الجنه وعزه محمد القناص يا شيخ حمدان بن راشد في الله يطول بعمرك. وعندي محمد بن فديه وياي راجد وياي يوم انتبهت ثلاث كان اقول احنا شاشه احنا رابط كل مرقود لكن بقوم اصلي زين اقوم اكبر اصلي. وانت شو خلاك تصلي انت نص الليل هالساعه؟ عشان تتكبر والرجال راقد تروع يا الله يغفل له. ايش تقول يا ابو حميد؟ كان يقول عمر دريت نصلي الساعة ثلاث ولا يصلي. شو صار رابعا نصلي؟ حميد نحن وايد تأخرنا في الجاية. نحن اشتلين بضبي 9:30 كذي؟ هي والله وايد أخرنا. بقول لهم شيء نصيحة ترعي على الله يحفظك ناصر. 120 110 120 وايدة 120 ما بزيادة على الخط. طالع على الله يحفظك. الله الله يسلمك. يعني الفرحة ما تفارجك لا خليت منك. خبرني اذا عرفت الوالد ذولي ما حرجتك. حد ابوي والوالد يعني الله يطول عمره. هذا علم معالم الدولة. الله يحفظك. علم غير علم؟ انت زين. وانت عبد الله احمد محمد سعيد الخليل. وانت احمد راشد سيف واجد احمد خالد. ها خير شو تبون؟ الله يحفظكم. انت منو بارك الله فيك؟ انا سامر. سامر الكوربريت مانجر. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وين شغلكم تبون؟ ما يبالي دعايه. ما شاء الله الجماعه امر ابوي بالعشاء في جامعه العرب كلها. يا غير حينه اللي منو بيروم ياكلها كبد ابوي ممزوره بطني قاسي بين فرق الصراط. يباك عيد عند عيسى ابو حميد. يباك يباني وانا با بعد يباك قال يجيب لي وتيس عدالي. زين ايش عليه؟ عمرك كم ساعه؟ يباك رجال منو؟ لوي عبد الله بن خديجه. طلال.
طلال ولد عيلان. طلال ولد عيلان شوفه دمه البن خدي في شوفه شوفه هذا هذا بن خدي ابوي اصلي رقم واحد صحيح. شوف الويه الويه والمضحك مضحك بن خدي حتى السفير يعلنا فداء. اي والله يا ابو كني ما عرفتك بنش احبك الحينه. لا لا حبيبي واصله ما يستوي واصله حلو اللي منسف السفره. ايوه هذا منو بالله عليك؟ عمر ولد احمد بن هامل. ايه ابوي زين مخلف عليهم هذا اشكرك يا حافظ عليهم اللي خلاني غترني بتسفيره نسيفة السفرة. هاي نسيفة الكويت مازقرتية. مازقرتية هناك بخبركم مو زقرتي بوي ما في شك. سفيرنا في أذربيجان. نزيل أذربيجان أول من سوى لها دعاية أنا. هذا كلام صحيح. أنت البركة والخير. ما ييناها هي على الله يحفظك ما شيء فيها أوادم وايد. من ييناها نحن سويناها قرقعة متزرت البلاد زينة. البلاد زينة. والبلاد تستاهل. أنت ما سمعت شو حبيبي؟ أقول لك الله يسعدني. هالحكومة تعمل الرشيد. الحمد لله. زين الحمد لله رب العالمين. مروءة وإنسانية وأخلاق. كميسة ويمتي وتسلم بعملت زين كلمة مرحبا قبل الصلاة. كميسة. الحمد لله. الله وكل من يسمعني وكل من يراني أن الله يبارك في خليفة. آمين. زايد. آمين يا رب. ويبارك محمد بن ماجد إن شاء الله. آمين. ويبارك في الشيخ محمد بن زايد. آمين يا رب العالمين. ويحفظنا لنا إن شاء الله. آمين. ويحفظ شعب الإمارات من كل سوء. يا رب العالمين. آمين. آمين. يا طول عمر. نعم هذا اللي نملكه. هذا اللي باليد. نملك الدعاء. لين يا طول عمر فضلهم على فضلهم على علينا وعلى الناس كلها. اللهم بارك. والحمد لله رب العالمين نحن رب العالمين. بأمن وأمان. الحمد لله. كم يسوى يا طول عمر. اللهم لك الحمد. اليوم كم يسوى؟ إي نعم. يوم نسير وتسلم ولاهم يرحبوك. يتلقوا يتلقوا فوق قبل ما تلقى عليهم. وهذا طعم فضل من الله سبحانه. الحمد لله الحمد لله. فطعمك يعود كل الاشياء اللي تراها فضل الشيخ زايد رحمه الله عليه. بارك الله فيك. الله يحفظك ويعافيك. امين يا رب. نزل من الصحه والهوله ولادي الامارات ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هذا اللي نقدر رمضان ان شاء الله. ان الله ان شاء الله يبارك في دوله الامارات. امين امين. الشيخ علي يطرح البركه في ذريته. امين. وفي ذريات شعب الامارات. ويحفظ ان شاء الله. بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه يا رب العالمين. ويحفظك ويطول بعمرك ويخليك يا ابو خالد ويطرح البركه فيك وفي ذريتك. اكيد اكيد. ما شاء الله زين فضلهم طال العالم كله. نعم. يوم ولنا الشرف يوم نسافر طعامك. اي نعم. كم لنا طعام المشرف؟ اي نعم. طول عمر يعني اليوم تتنومس تتنومس. اليوم الامارات عمرك اصبحت ما شاء الله في وانا اللي ما تزنى ولكن الحمد لله رب العالمين حتى القياده الرشيده طول عمرها حكيمه زين واللي يقودونها برجال زين مؤمنين ومخلصين الحمد لله رب العالمين. نحمد الله ونشكره على هاي النعمه اللي احنا فيها. شكرا عيسى ابو حميد. الله يطول بعمرك يا ابو خالد واجب ويحفظك واجب والعمل المجيد لك ان شاء الله. مشاهد الجماعة هاي كلهم لبي. والنعم فيهم يا غير انت روحك بتشفهم تشفهم. الله يسلمك ويبارك فيك جزاك الله خير. في خاطر يشوفك جزاك الله من لك 600 سنة والله تريد النصيب. ها شفتك الله اليوم الله. بدون موعد بدون شيء صدق. اللهم لك الحمد. الله يطرح فيك الله يطول بعمرك الحظ. ابوي الحين انت انا شايفكم فيش ناس قبل اربع سنين وين بتذكر هذا الحين انا اربع لو خمس سنين تتذكرنا ما شاء الله الحين تذكرت ان شاء الله يطول بعمرك. جزاك الله خير. يحفظك يخليك ان شاء الله يا ابو خالد. اشكر الله يحفظك. والله سعاد ابو محمد شوك على خير. اسمك انت ابويا؟ اسمي هام بن خشيه. والله والنعم. شيخ محمد احمد اخو جماعه برحيم اخو اخوك لكن شفت الشبه تبارك الرحمن لكن انت عاد شويه رنقك خوي فيه زياده عزول قمني على جماعه جماعه ما يبقى في هواش لي مو على طول ابو واحد دوم الحين انت ما شاء الله عليك تتفوق. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد الله يحفظه ويطول بعمره. ان شاء الله ان شاء الله نرتب اموري وتكون طيب ان شاء الله. الله معك يا لازم ارتب اموري يعني قبل شو مرسل. شو كان منو شفته؟ ايه شفته؟ شيخ ايه محمد مشتوب ايه شفته سلمت عليه؟ عليه وين تعرفه؟ وهني
سلمت عليه بالقوة لو شوي شوي. تحمل هي الشيخ. ترى الشيخ أبوي ما يسلم عليه بالقوة. عيسى أبو حميدي الله يحفظه أبو خالد من أول اللي أسسوا الماء والكهرباء في دبي. كون قربة من الأسرة الحاكمة الأول يحيى الشيخ راشد يعني الجنة ثم مع العيال يعني الله يطول عمره. هو كان صديق من أيام الطفولة ويحيى خالد محمد بن سعيد بن خدية. كل سنة يعزمون عزيمة خاصة. حضر العرب تجتمع العائلة كلها لكن يكون هو يعني في يوم يقولون عنه شاووش الحرب اللي في المقدمة هو يكون يعني في المقدمة. وخالد له قدر عالي عند عيال بن خدية كلهم. شو السبب؟ صديج أبوهم ومن برهم في أبوهم يبرون صديجه. فأنت تقدر يا بني آدم توصل برك لوالديك حتى من عقب ما يتوفون أنك صلاح هيك صلاح بس عليك شو هذا؟ زين حبيب زين ما ظهر مخك انت الشيء موكم وياي انا بعد روحي اريد اصور هذا ما خبرتكم انت منو؟ عبد الباسط الجناحي الله يرحمك على فضلك التنفيذي للمؤسسة محمد العاشر لتنمية المشاريع الصغيرة والنعم يا الله يحفظك وبارك فيك. المراد فهمه ان البني ادم يروم يوصل بر الوالديه من بعد وفاتهم بوصله لربع والديه. يوم بتوصل ربع والديك انت بهالطريقه تبرهم. بدأت الوادي ترخص هذا عرف الزرعوني سلام عليكم سلام لازم الحين العرب يعرفوني منو عارف الزرعوني؟ عارف الزرعوني أظن يتذكرون برقم واحد شارجة رقم وترك رقم واحد شارجة؟ واحد شارجة نعم مقواك عيد كمبني؟ لا مش كمبني عيد شو؟ وكالة ما شاء الله عليك هذا عبد الله عبد الله بن خدية عبد الله بن محمد بن خدية الله يحفظكم يعلكم في داعة الله ياسر بن محمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن خدية هذا عميد بن خدية عاد أكبرهم سنا حاليا ياسر العود وياسر الصغير مشكلتي الحين انا الحين تولعت فيك انت وين بروح ما انسى محمد بنو يعني الله يرضى عليك الحمدون السلام عليك من في مكه الله ييسر امورك هي نعم يا الله يا الله كنت عاد تبوني ان شاء الله اقول لك هذا موعد عينك هذا عيوني فيكم عيوني انا شرفتكم انتم يا ابوك انت شوفك يا ابوك شوفك يا ابوك انت روح اجيب الغناه ما شاء الله اسمك ومكانك بين الناس لك ما شاء الله يطول بعمرك تحياتي لكم وللاسره الكريمه سلم على الصغار قبل الكبار مره لا تخص حد يا الله يحفظك يسر اموركم يعني تيكم العافيه انا محمد بن ياسر ما صورتك بعبه تجلب كم مره صورنك ممكن مرتين
هي يعني صورتك. ثانك يو. ويلكم. قال لي اي واحد في عرج البن خدي يصوره، وحين ما شاء الله كلكم نفس الوشرة ونفس نفس الرنج. زين انت منو بارك الله فيك؟ طلال ولد عيلان احمد هامر. انت طلال ولد عيلان؟ نعم. اي طلال ولد عيلان. انا احمد هامر القبيس. والله والنبي. هاك الرجال الفنان يا ابو كرم ما شفته؟ ابو راشد وين ساير ابوي؟ خلاص ابوي خلص. سهيل عبيد الخيلي. والله والنعم. خيخ هذا. خيخ؟ صلاح بعد ما قال شيخ. خيخ شو صلاح؟ خيخ. خيخ يلا اعطاك المخيخه وانت ميلس. والله والنعم بالسلطان. نحن شيخ سنه في المدريديه. نحن نبوي تبع العاصمه. ها؟ برشلونه؟ هي شو تحرى عيال؟ لا كلهم عيب كل بقل بقل حق العرب. لا 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 يلا كرمكم الله. يلا في امان الله. نحن ابوي هب رادي ترى ابو ظبي، نحن الحين سايرين اول بادي سيتي ووك خيم. ليه؟ بنت قهوه وبنرمس فيها لين بابات ابوي في المزهر اليوم. ابو محمد عيسى بن عبد الجليل بيون باكر. بابات في بيتهم. بابات في بيتهم. بابات عندي انا. لا 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 لا. والدرب لا. عندك محمد بن ياسر. زين. محمد بن ياسر بتبيتوني عندكم؟ هي يفكر يا الله يا الله مخلف ابوي هب مولف. انا عازم منك قبل. يا مرحبا. خديه هني خديه. خديه فقيره راك دحين خديه بتهامل. ايه خديه بتهامل. هل تسمع لي؟ ايه صلاح. آه. وين؟ ها؟ وين؟ دبي. انزين احب اخبركم شو المشكله. يلا الله يحفظكم. نحن خلصنا من الفائل تفاولنا الجماعة وخلصنا على اساس انه دريول صلاح بيكون موجود قدامي تريا اسبي يرد بصلاح قلنا وعينا من الله خير فمفروض يكون الدريول موجود يرد بصلاح بظبي يوم دقينا قال والله انا اتحرك بتباتون اساس اخرت والاخير توه ظاهر بظبي زين انا حين قايل الجماعة بيصير لهم الخيمة خيمة الليوان اللي توني حطيت بكم فلذلك اليوم صلاح ابوي بيعيد بيصير ويانا الخيمه، شو رايك صلاح؟ زين اكيد؟ 100%؟ السلام عليكم. الحين احنا تونا واصلين، انت من ابوي؟ انا من مقيوين راشد. هي. راشد بن عبيد من مقيوين. شو جايب منك؟ انت؟ جايب مني هنا؟ صافي ولا صافي مقيوين؟ اكيد صافي ابو ظبي. لا يقول صافي مقيوين. لا لا صافي مقيوين. لا. فرق السماع الرعي تختلف طال عمرك. عمرك صافي ابو ظبي فرق 100 ويه غير عمرك صافي القيوين لا 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 لانك انت ما طعمت صافي ابو ظبي لا انا طعمت صافي ام القيوين وطعمت صافي ابو ظبي نعم فرق السمع لا ما في مقارنه انت ادرى ان شاء الله بتينا ابو ظبي ما بنطعم صافي وين الحين مشاهد شو مره استووك لا 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 وين ساير عاينين حق هالمكان العود شوفه هنا اي هالمكان فنان ديوان المعجبين جايين حقك نعم نعم يا ويلك يا صلاح يودونك من القيوين بيطعمونك من صافيهم سلام بعد صلاح سلم اخبارك يا ابو محمد الله يحفظكم تابعني مايا نرد السلام عليها ان شاء الله يبرك صلاح شو رايك نعم نعم بلاد 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 يا ابوك بتعشى بعد عندهم؟ لا بقى فيه. لا بطك ممزور تحمل هذا مدير الخدمه والله مليون مرحبا وليس تو كان هني هذا محمد هذا احمد في حاله تشوفونه هذا محمد وهذا احمد وانت ابنه بارك الله فيه محمد الحكيم هي وانت فكره الليوان هذا المكان هالعود لا 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 شوف مقواك مقواك كل بصر انت وين ياك هالمكان وهالترتيب هذا انت حينه والله هذا من الافكار متعودين نشوف دبي تتطور واكبت التطور ونركب وياهم مثل ما يقول لك ما سويت الا الزين ما سويت الا الزين انا اول مره بحياتي ادخل خيمه رمضانيه اسمع بالخيام الرمضانيه والله العظيم اسمع بالخيام الرمضاني يمكن من
30 سنة أو 27 سنة. يعني أي إن موقعها في السيتي ووك. تعرف شو معناته إن في السيتي ووك؟ نعم. لا تشد صار ولا تشد استوى. نعم صح كلام. شو يعني اللي بيعطونك ترن وأمر إنك تسوي هالشيء العود هالضخم في هالمكان المميز؟ أكيد إن شيء مميز. فلذلك أنا سعيد من العاصمة الحبيبة أبو ظبي. لين دبي لين جاي طالع هذا المكان. ولأن أبوها شيء أبوي. بنعطيك قصة هالمكان وكيف بدينا. شيء ولايتي ترى. مليون مرحبا وليس الدن بالصليطي. هذا هذا محمد على اساس بنتلاقى بنسير الدمام وتلاقينا ويانا ابوي سيتي ووك. شو اسمك انت ابوي؟ عمار بن ساحو. شو؟ عمار بن ساحو السويدي. هي مره ثانيه؟ صلاح عرفت هالرجال منو؟ منو؟ هذا ابو حمدان. هو صدي هو صدي يجيبوك. وين سايرين ابوي تول هو بادي؟ تعال تعال كثيري هذا كثيري عندك يقول لي لازم ارد بضابي. يعني الله يحفظكم ييسر اموركم يعكم في داعه الله في داعه نحين الخيمه مسماي على اسمك ليوان باي محمد الحكيم. ما في حيل يا ابو يعني تروحك الحين ماركه. خبرني عن الخيمه هاي الخيمه هالبنقله العود والله شو خبرني عنها. الخيمه تشيل 700 نفر زين فاكين الساعه 6:30 لين 3 الصبح مرة فطور اللي تبغى من أكلات الشعبية ومن أكلات الانترناشنال وغير الفوالة ينزل لك سيدي حب الفطور فالحمد لله يعني. منو ليكم؟ منو رواد؟ من العرب مرة من الـ من الوافدين والمقيمين في الدولة والمواطنين اللي موجودين. عوائل؟ نعم العوائل هنا وعندنا قسم. كيف يعني قسم مخصص؟ عندنا قسم مخصص بس حق الحريم وخول العوائل الطرف يشيل 70 نفر. ما شاء الله. أقدر أصوره؟ نعم تقدر. الروم نصور مكان الحريم؟ اي نعم. اول شيء بنسير نشوف اذا في ناس ياسين. زين. اذا ما في شيء حريم بنصور. نعم ان شاء الله. جزاك الله. انا اول مرة بحياتي ادخل خيمة رمضانية فلذلك منبهر. يعني هل ان الخيام الرمضانية هنمونا كلها؟ ولا هاي غير؟ لا هاي غير. عرفت خفت صدي هاي. الحين تحريت الخيمة الرمضانية بدخل مكان يعتور دخنات وبغيم وزعيج. يا اخي بيتوتي المكان. الحين هذا الفرق بين الإدارة المواطنة من الإدارة الوافدة. يعني يوم تيك الإدارة المواطنة تخلي كل شيء فيه ريحة المواطنين. عندك صلاح وين بسير؟ ما نسيت بسير أبو ظبي. يلا غايته يا أسد. يلا يلا مع السلامة صلاح. وين الحساب تفعل الفاتورة هنا؟ ايه حط بارك شوي شوي. مع السلامة صلاح. انت موعدني بتوديني طالع المكان المخصص مال الهواية. وصرت شفت المكان وفاضي بوديك الحين. يلا غايتك. محمد بسير ويانا انت؟ الليل جايين تصورون صح ولا لا؟ طلعت النتائج ولا لا؟ ايه طلعت. شوف. تعال تتلف. شوف. تسعيرات مالي. اكيد وانت؟ انت العود؟ لا تقريبا. ايه شو ستينات؟ يعني ايه كيف من شفتك انا عرفت انا الحجم هذا كله ستينات. هذا الموقع اللي نحن فيه هالميلس ميلس الرئيسي العود صح؟ هاي يسمونه رويال مجلس. رويال مجلس انزين. شيل 40 نفر. اللي نحن فيه. ايه نعم. انزين. كلمة خلي دخلنا منه. عندنا مكان حق الحلويات. هذا هناك. ايه نعم. مكانين على اليمين وعلى اليسار. كلن حلاوة؟ ايه نعم حلويات. انزين. اللي يبغى حلاوة عربية موجود. واللي حاب براوني وملك كيك الاشياء الجديده الحين طالعه في السوق هذه موجوده. انزين وهذا شو هاي تحجر بنتين؟ هاي الميديوم سايز ميلس. شرات ميلس هنا غير صغير. هذا بعد شرات يسمونه سمول سايز ميلس. هذا هذا ونفس الوقت تروم تكبره تشل 45 شخص. يعني لازم شرات هذا. هنا هيا يتختل. عليكم السلام. مرحبا. هلا حبيبي. كيف حالك؟ كيف انت؟ هذا المدخل ابن مخاري هذا تونا انا جيت فيه. زين هذا الحين نفس حجم اللي انا كنت فيه؟ لا هاي نحن مقسمينها على ثلاثه. ايوه تقدر تخليهم؟ اي عادي تفضل. ايوه فمثل ما تستوي ثلاث اقسام يعني ثلاث اقسام شيء ستاير فيعطي البرايفسي لكل شخص اللي جالس وفيها ثلاث مدخل.
ثلاث مداخل الحين، واحد اثنين ثلاثة، يعني يروم ان ين ثلاث مجموعات، ثلاث مجموعات ويكون عندهم برايفسي. سيارات هذه لك ها؟ هاي لك شوية أكبر. إيه. تشل 14 شخص. أيوة. وهذا يشيل 9. إذا تصغرهم. ركلي عادة. سلام عليك. ما زين إلا لو كنت دورك كنت. لون شيوخي. ما عليك زوج. ما. الله يحفظك. مبارك فيك إن شاء الله. وين أبوي؟ والله والنعم والنعم والنعم. كل الشباب كلهم من هالخور. ما شاء الله على الله يحفظك. الله. ما تصورني؟ مرحبا وليس الدن ابويا وين اسمك انت الشيخ مي والله والنعم عدت من هالخور نعم الخور فيها حد هالنمون فنان الله عليك مره اعرف هالمعلومه اعرف فنانين ابوي هالخور والله ما ادري يا الله يحفظك الله يحفظك سامحونا اللي ناخذ على غفله الله عليك في هالمكان اللي انت فيه الصدق مكان راقي والله الصدق نعم والله مره مرتين ولايتي ولا لا وانت نورت اليوم ولايتي ولا هو ولايتي يحتاج ايتي نعم المكان هذا اللي نحن فيه لو ما يازل ينا ما بعز الجماعة اللي بعزمهم باكر ما تصلح لهم الصوالح فعهل أساس عزمهم باكر زين أنا ما صورتك بارك الله فيك أنت مندس أنت بوي معرس بيتوحنك حيا الله عاد حبي طرطرن عيونهم عليك احرجت ليوان باي محمد الحكيم هي والله وانت وين حصلت رخصة وين عطوك ليسن حاطين لك هالمكان العود في نص البلاد في السيتي ووك تحيدون الباركن هذا ضارين ندور فيه باركن حق يوم بني السيتي ووك ها شو ما شاء الله كله لهم سجاد الأحمر ما أقول عنكم شيء نزيد هذا المدخل الحين تشرح لي من أول وبادي إن شاء الله لو سمح حاضر حاضر بارك الله فيك هذا قسم الأسكري السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك أنا عندنا البقلاوة والأسكريم اللي نأخذها من سريدان العالم يونا من ضبي ومن الامارات الشماليه كل مكان عشان البقلاوه شو اللي يميز بقلاوتكم انتم يعني غير لان ناخذها من سريدان سريدان قول لي سريدان يعني سريدان تخصص في البقلاوه وحلويات التركيه فقط ايوه هاي التركيه شو البرمل عندنا هني سحلب يسوونه فرش كل يوم ايوه وهناك يسوون ايس كريم فرش دقلنا دقلنا دق الهاتف جداهم هاي شو تسوي؟ هاي تبيع عطور ياس. بعد. عود وعطور. ما شاء الله. شو اسمك أنت؟ دونيس قولي لي. ما شاء الله عليك. زين. المكان الثاني شو ماله؟ المكان. سلام. مرحبا مرحبا مرحبا. شو بوي؟ هاي المكان اللي عندنا اللي قلت لك الحلويات الجديدة اللي الحين قام يطلع. شايفيني في السناب؟ ايه مقواك وحالك وصل؟ في السناب شايفينك في لندن الرشاش الفاتحي وين؟ رشاش ابوي تم عندها لا لا ما طعت الحين مال الملكيك ما ملكيك كله ملكيك فرش يبونك كل يوم رو 71 شو رو 71 بعد هالمقام معروف للملك علوم الرشاش ابوي خليته عندها له حكومه وانا ابوي ما بايلس انا حايز عن عمري ابوي اللي الرشاش لهل ابوي هم يدافعون عنا نحن اكيد والله ما شاء الله بلاد يا اخي ما بشيء بسيط هي هاي خيمتكم انتم الحمد لله والشكر بلاد يعني شيء غير حد مسوي هالنمونه لا ما حد الاماكن الثانيه اللي بتصير له في خشه وفي ريحه الشيء كانك ياسي بيت او في ميلس ترى مثل ما قلت لك مشروع اماراتي ونحن شخصين في هالمشروع والحمد لله والشكر ربنا وفقنا الحمد لله تستاهل ايوه حميره سحريم شيء حريم هناك جايين يبون يصورون وياك ايوه قاعدين ما بيطلعون يبون يروحون البيت دام ما نطلع الى نصور وياك زيلس واحد صح؟ اي نعم يشيل 70 شخص وهذاك هاك مياس مر شرت هاي لك ايوه انا ويوكم ما بظهرها انا ها من تحت ها شوفن والله لا ما شاء الله عليك كل الغاويات انت ما عرسنا كل بلاد ما شريايين بلاد بنات هالنمونة جميلات وما عرس الليل اليوم أكرم ما في ريايين يا ربي بلاد أكرم ما فيها مستحيل مع السلامة بنات إلى اللقاء شكرا جزيلا اسمي هذا المكان أبوي خاص للعوايل 70 آدمي شلا
70 عدمي، وعاده العزام اللي يكونون عندنا بس حق الحريم يسوونه. والمضيفات اليوم بعد بس حريم. الخدمه نسائيه. مدخل ماله ويتسكر والخدمه تكون نسائيه خاصه للبنات او للعوايل يعني للي يبى يعني. ايوه حق الشباب. اي يوم تقول بس ممنوع يدخلون الشباب، ترى دخلت انت حين ليش؟ والله شو اسوي؟ في بنات جايين واللي يبون يصورون وياك واهلنا وياهم بعد، فقلنا مره واحده زين زين. يعني عائلتكم هاي الجماعه اللي دخلنا عليهم الحين ترى من هل الرجال هذا على هل ويعرفني يعني يتابعني، وقال ما بيصيرن الا بيصورون وياك. بناتهم يعني خواته وبنات خاله ما فيش قايل منهم وفيهم يعني على هالاساس دخلنا. والله المكان فنان يعني كان توصل. زين انت شو اسمك عادل؟ اسمي عادل الحمادي. والله والنعم. وانت ابوي شو اسمك؟ انا اسمي يوسف ولد عمه. ولد عمه هو؟ شوف انت يا مرحبا. زين؟ ايه؟ تابعك اول بول على السناب. زين نشوفك من اول المكان يعني. يا سلام لازم نتصور وياك. انا برم عليك انت حبيبي والله حمادي. اي نوع الحين بعد من اليالس؟ هاي الميديوم سايز يشيل 14 شخص. كل ميلس روح 14، هذا 14 هذاك 14. وتسكر خلف. ايوه هذا مبلع تخلفون تخلون عوايل مثل هاك المكان. ها شوف هاك خالفين روح مسوين عوايل. ايوه اللي فيها صورك؟ انت ما طعت؟ عيال وقف وقف خلي يبقى. يا شاء الله تبارك الله. اي ابوي يبقى عروس هذا ترى. السر اللي خليته كل شيء ابيض. ليش كل شيء ابيض ابيض؟ وليش ما سالتني عن البنفسجي؟ خلي البنفسجي ابويا هاك ابويا في القلب يمشي. غير ابيض بسرعه يتوسخ وبسرعه يقدم حوحو. يوميا ينظفون الكراسي ويشيكون عليه. سبحان شيء فنان يعني. ها واذا في اي وصخ اصلا ليونكم ابوي شكله ما بمال يخيسون شيء ولا شيء. شارت لي مثلون مال فيديو كليب. اي والله صورت تراني؟ لا. هي ما بينتي ريولك؟ ريولك بينن؟ ما شاء الله قروبكم مكبرة. البنات اللي تخدمهن بنية. البنيات يخدم اللي يبن على حسب اللي يبى يعني اللي يبى بنات يخدم نخدمهن بنات. تحطين كيف وجدتوا دورات مياه؟ يعني ما شيء دورات مياه؟ شيء واحد على اليمين وواحد على اليسار. يعني هاي روحكم انتم مسوينهن. ما من الاول من الاول ما جاي في ترى. بعد ضروري اسير اطلع البي اي بي مره وبد مال ريايل. لا مال ريايل ومال حريم عدال بعض. اقول لكم تعرفون ليش بغيت اصور الحمامات على الله يعزكم؟ لاني امسات يوم بركنت سيارتي قبل ما يسوون خيمه ما حيت شيء حمامات. كنت في خاطري بيتوهقوا في الحمام. يعني الحين انتم مسوين هذا جوينت من برا. من جوينت من برا ومكيف. شوف انت والله انك انت راعي بصاير. لا والله شيء معقول فنان. من ان ما كان شيء موجود حمام ولا شياته. شو اسمك انت؟ شو نام؟ ولامس. شو اسمك؟ ولامس. في روزه صوم ولا ما في صوم؟ سي. صوم ولا ما في صوم؟ يو ار مسلم اور كريستيان؟ مسلم. قول والله. في روزه ولا ما في روزه؟ شيفك ما بروزه. قول والله. والله اور ناي روزه. فاستينج؟ بولو والله بولو خدا غسل. ها؟ سميني يعني. يا ربي مجدك يا ربي. شو خدمة نسائية ها؟ كل بقعة فيها بنات اللي يخدمون بنيات. What's your name? Hello. شو اسمك؟ شو حيلة؟ عشاك. عشاي. ما شاء الله ما شاء الله. منو بيشرح لي؟ حد يشرح لي شو هذا كله كامل ان شاء الله. باتريك. باتريك عاد ولا غير باتريك؟ باتريك هذا شو؟ مساج بزعتر. ايه يا ريت بسرعه. هذا بيتروت سلاد. هذا بيتروت سلاد فتوش تبوله حمص لبنه اللي عليها حمره. ايه بطيخ مع جريلت حلومي في بقلبه فتوش تبوله كينوا لبنه بالثوم. يلا ابوي واحمد. يلا ابوي عشاء. بسم الله. هذا الحين ابوي سلطات الحين بيبون بعد ما ادري شو المين دش ما ادري شو شو بيبون ايش شو بعد ولا منين. يلا شباب عمت ابوي من زمانهم كله من هذا ها المحمره وورق العنب وهذا الحلومه ويا يسمونه هذا شمن.
يعني طعمت من اغلبيه الاشياء. وهذا ها شوف ها، وهذا عبر يسمونه اللي بالصاج المونتين بعرف الفنان، والله جلي الطعم من التبوله، التبوله واللبنه والحمص بعد كله بطعم منه. هاي الشيء طول ايوه اروحه من غير يعني ايه. وهاي شو تساوق هناك يا ربي اللي مسابق مكثرة. بعد هذا شيش طول، هذا عندي انا شيش طول، احد يجيب لي بس علي. هذا شيش طول في شاورما لحم، في الميني برجر سلايدر. ايوه شاورما، شوف كيف شاورما تجي مع صوص الطحيني ايه، بس حط لي وحده بس بخبز الصاج. بارك الله فيك، بالعافيه ان شاء الله، شكرا جزيلا. بالعافية شو اسمه؟ بس علي وحدة هنا بس يا ربي. بلال حبيبي انت بتقبل الانتقاد ولا لا؟ هو شوف غلط ما شيء يا غير بس شوية تعديل. بارك الله. خبز الصاج تلفونه انتوا لفتين تقريبا صح؟ يا ليت لو يكون على على المحتوى لف وحده، الناس ما تبع عيين ترقم لهم طونهم، فهمت اللي اقصده؟ انتقاد بمحل هي. لا هو مش انتقاد، تعديل. طعمه غاوي وفنان وترفل الحمى وريحة خنينه، يا اخي اللحم اللي داخل رقم واحد، بس العيين اللي تحطونها اللي تلفون بها الصاج هذا رضفين، خلوا رضف واحد وخلوا زياده يحمر، زين محمر زين. لكن اذا تزيدون حمار شويه بغدي وايد 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 احسن. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. برجر فنان مالهم وصغيروني، ما بمال سبع اللي حيد عمري يوعان ياكل على الاقل ثلاثه، انا صغيروني هالكبير قيس ثلاث رايبه سلايدرز. ليش يعني؟ لانه حبات صغار. ايه شوف انت المهم انه لذيذ فنان يعني مال لقمتين، ما بمال واحد يوعان. عمري يعان ابوي لا يطلب ما بيسد لنا ثلاثه، اي دائم خمسه. يعني يكون يجيب ويا ربيعه اللي يكون نص يوعان. ياكل نص ماله ونص مال ربيعه. اللي اقصد انه ياكل صحنه ونص صحن ربيعه، يمزر بطنه في حال كان يوعان. وبارك الله فيكم. اقول لك بكره ان شاء الله بيكم. اذا الله اراد اريد نفس الطلبات هبن اطلبها، على باكر بي وياي شيخ المنتقدين اللي ما تصلح له الصور. من عبد الجليل ابوي كان بني عود، هذا هذا كان بني عود ابوي وينقد على الملياري. لا تقول ما قلت لكم.